معالي الوزير، كمان بيتم التضوية على المخيمات انه ممكن تكون اليوم محل لجوء لارهابيين لفكر متطرف وغيره، واشرت انت الى هذا الموضوع، هل في مخاوف من هذه المسألة؟ اكيد، يعني هذا الفكر المتطرف ضمن بيئات ممكن ان يستغلها، ممكن او في ان يتوسع باعداده. هو الان اعداد ضئيل بمخيم عين الحلوي، لكن حقيقه في خبريات عن يعني او في معلومات اوليه انه وكانهم يعني عندهم اتجاه لانتقال توسيع تمدد الى مخيمات اخرى في لبنان، خاصه في شمال لبنان. جدار حل برايك؟ جدار اللي انحكى فيه ممكن يكون بتصور يعني انتهى ما اختلفنا، بس انه في وقت واحد يقول لك هلا دير جدار، في جدار ب 15 مليار عم بتعمر بامريكا، عفوا 150 مليار، انا مش شاطره بالارقام. ففي جدار اليوم عامل جدل كبير بلبنان انه ممكن يكون فعلا يحمي من هذه المساله، اما بينفع بدك تعمل تطويق يمكن. اكيد يعني الجدار او شيء المشروع توقف، بس بلش بلش بس توقف، وفي التباسات حتى كيف بدا حياه كل المعنيين، كل واحد بيتبرأ من انه هو اقدم على او شارك بالاقدام على هذا الامر. من جهه ثانيه انا ما بعتقد انه الجدار بحل المشكله فعليا. على كل حال كما كنت عم بقول انه في هذا المخاوف، في المخاوف الاخرى انه ان يتم تسرب عناصر من التنظيمات المتطرفه من داعش في حال تم ضربها في العراق وسوريا، يعني في مخاوف انه يكون احدى وجهاتها او وجهات عناصرها هي لبنان والمخيمات. لذلك نحن نقول انه معالجه موضوع المخيمات ليست معالجه امنيه فقط، يعني الاقتصار على المعالجه الامنيه قلنا من 48 يعني نتعاطى مع هذا الملف من الناحيه الامنيه، وشفنا عم نشوف انه ما ادى الى نتيجه حاسمه. هذا الموضوع اذا لم يتم معالجته من الناحيه الاجتماعيه والاقتصاديه والسعي الى تحسين اوضاع هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين وابعاد شبح الفقر والفقر المدقع باوساطهم بشكل كبير، بعتقد ما بنكون عم نحارب الارهاب او عم نوقف بوجه تمدد هذا الارهاب. اليوم الاحصاء كيف بده يجرى؟ على اي اسس واي معايير؟ نحن اول شيء في لجنه تنفيذيه عليا عم تتولى الاشراف على عمليه الاحصاء، وهذه اللجنه مشكله من الوزارات الاساسيه، يعني من وزاره الخارجيه والداخليه شؤون اجتماعية والدفاع، وايضا شؤون الاجتماعيه؟ لا الداخليه والخارجيه والدفاع ولجنه الحوار طبعا برئاسه لجنه الحوار، ومعهم فريق الاحصاء المركزي اللبناني والاحصاء المركزي الفلسطيني ومندوب عن السفاره الفلسطينيه في لبنان. هذه هي اللجنه التنفيذيه. في لجنه اخرى، لجنه استشاريه، هيشارك فيها كل المنظمات الدوليه، وهي هيشاركوا بالاشراف التقني خاصه ومساعدتنا تقنيا لاتمام كل خطوات العمل الاحصائي. ما حدا قال لك ايضا نحن عم نستعين ب يعني مؤسسه دوليه، مؤسسه فافو، وهي مؤسسه نرويجيه مختصه بالاحصاء من الناحيه التقنيه. في 600 شاب وصبيه عندهم يلي يقوموا بهذا الاحصاء دفعه واحده في متطوعين او لا مش متطوعين. يعني مين مغطى هذه التكاليف؟ الدوله اللبنانيه؟ لا هاد اجتنا يعني نحن هبة من اليابان بالدرجة الأولى، وهبة أخرى من اليونيسف لإتمام هذا الموضوع. الدولة اللبنانية لن تتكلف أي مبلغ على هذا المشروع بالحقيقة. حدا سألك إذا ممكن يخدم التوطين مستقبلا؟ إنه مخاوف حول مسألة التوطين. هذا الموضوع بالبدايات عندما طرح المشروع، طبعا في لبنان يعني في عادي أي موضوع بتطرحيه بقولوا لك توطين. كان جوابنا كثير واضح، يعني انه التوطين منه بحاجه لاحصاء ولا بحاجه اساسا لارقام، لان التوطين بيتم بطريقتين فعليا. اما تجنيس الفلسطينيين فرادى او جماعات، مجموعات، هذا شكل من اشكال التوطين. وفي الشكل الاخطر اللي هو تسويه دوليه تفرض على لبنان توطين اللاجئين الفلسطينيين، وبالحالتين منهم بحاجه الى ارقام. وحتى اذا بنفترض انه بحاجه الى ارقام، من هم بحاجة إلى هذا الإحصاء؟ لأن هن عندهم أرقام الأونروا، ولا حكينا عنها من شوي، وعندهم أرقام موجودة بسجلات وزارة الداخلية. فهذا الموضوع بالعكس تماما، هو يعني عم يسعى لتكريس
واقع نمط تعاطي جديد لبناني مع الفلسطينيين، يتمسك بحق العودي، يتمسك برفض التوطين اللي قرره الدستور، وبنفس الوقت يعالج الحالات الاوضاع الاجتماعيه للفلسطينيين كي لا يكونوا مدخلا لاي اضطراب او اي سوء علاقه داخل لبنان. عندك مخاوف من التضييق بمساله البادجت اللي هي مرصوده للأونروا اللي بتهتم بهؤلاء اللاجئين، عندك مخاوف مستقبليه على المساعدات الدوليه للفلسطينيين؟ يعني كانه صارت مساله وقضيه مزمنه وفي تراخي او في تخلي دولي عنهم. في هذا واقع لمسناه بالسنوات الاخيره. صحيح. يعني السنه الماضيه كان عايز الأونروا حوالي 100 مليون. تم باخر لحظه وكان تغطيطة. مدارس مهدده بالتوقف، مدارس الأونروا. السنه هاي كان العجز اقل، ايضا تم سده عن طريق بعض مع الدول. ترامب ممكن العجز يوصل الى مع الدول العربيه. لا عم بحكي مع اليوم. ترامب ايضا يعني في مخاوف انه يقلصوا الامريكان وهن المساهم الاكبر. صحيح. في ميزانيه الأونروا، لكن ايضا في شغل اخر، يعني نحن على صله بالمفوض العام للأونروا، وهناك يعني فكره انه داخل الامم المتحده يصير طلب ان تكون هناك ميزانيه ثابته من الامم المتحده، مش قائمه على الهبات المزاجيه للدول، انما هناك يعني ميزانيه موزعه على الدول ملزمه فيها كي تقدر الأونروا ان تستمر بعملها دون ان تخضع لخضات ماليه بين فتره واخرى. بعتقد في صعوبه لالزام، يعني بس في صعوبه لالزام الدول اليوم باي مساعده دوليه، يا بتجي هبات يا ما فيك تلزمها للدول انها تساعد ببلد ثاني. في يعني المفوض العام عم يراهن انه بقرار من الامم المتحده بانه هي توزع حصص الميزانيه عليها فيما بينها، مثل ما معمول بميزانيه اليونسكو مثلا. في يعني كل دوله بتدفع مساهمتها ملزمه، طبعا فيها بلحظه ما تقول بطلت ادفع، بس بالشكل العام ملزمه هذه الدوله بان تسدد هذه الالتزامات. هذا مسعى عم يشتغل عليه المفوض العام، ونتامل انه يتحقق شيء منه. كان لافت لقلي انه تقول لي التمويل اجى من اليابان، اليابان يمكن من اغنى الدول بالعالم، بس معروفه انه الاقل او اذا بدك الاكثر بخلا بين هلالين بالمساعدات الخارجيه بكل العالم تقريبا، يعني اقل شيء بتساهم اليابان بهذه المسائل، فهون لتساهم بهذا الاحصاء بعتقد انجاز كثير كبير، وانجاز كثير كبير لك انك قدرت تقنع الاطراف اللبنانيه انك تعمل احصاء من 48 جماعه موجودين، ولحد اليوم هي المره الاولى في احصاء جدي بالنسبه لموضوع الفلسطينيين. بتحب تضيف اي شيء دكتور؟ لا، بحب اضيف انه يعني هذا الاحصاء هو خطوه من الخطوات اللي عم تعمل الحوار. مراهنين كثير نحن كما قلت يعني انجزنا لبنانيا وثيقه يعني نظره جديده وموحده بين الافرقاء اللبنانيين للملف الفلسطيني. نامل ان نستكملها بحوار لبناني فلسطيني لنوصل الى حلول لكثير من المشاكل العالقه، لنحسن اوضاع الفلسطينيين ونحمي لبنان من اي تداعيات لهذا الواقع المأساوي للفلسطينيين. بدي اشكرك على وجودك معنا دكتور منيمني في هذه الحلقه، ان شاء الله حلقات اخرى بنحكي كمان سياسه اكثر معك، وحضرتك مسؤول عن التثقيف السياسي بعتقد بتيار المستقبل، مهمه حلوه ومهمه منا سهله خلينا نقول اليوم. للاسف اجيال كلها ملهيه بكثير قصص ثانيه. اهلا وسهلا فيك مره جديده معنا بانترفيوز. مشاهدينا بعد الفاصل تنضم الينا سيده لورا لحود، ونتحدث عن مهرجان البستان، هذا المهرجان العريق السنه يطل بطريقه مختلفه فيمينست شوي. فاصل ونعود.